صدر وحنان امتداد حسين سورة فتح والزخرف وياسين احنا الصدر وحنان امتداد حسين ربنا العظيم القرر رحنا نكون ربنا العظيم القرر رحنا نكون نحن 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 المقاومون نحن 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 المقاومون هاي 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 احنا القسمنا بمجمل الآيات احنا الزمان الحاضر احنا الفات احنا القسمنا بمجمل الآيات احنا الزمان الحاضر احنا الفات للمهدي احنا نسلم الرايات للمهدي احنا نسلم الرايات الصدر واحنا امتداد حسين ربنا العظيم القرر رحنا نكون ربنا العظيم القرر رحنا نكون نحن 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 المقاومون نحن 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 المقاومون اليوم قمنا بزيارة الأبطالنا في سرايا السلام اللي موجودين في محافظة صلاح الدين في قضاء سمرة يقوم بدور بطولي لحماية المقدسات وكذلك حماية كرامة الناس نحيي هالأبطال ونشير على وزرهم ونقول ما احنا في الحكومة داعميكم وسوف نقف معكم بكل ما تحتاجون نشكر قيادات وأخواننا في سرايا السلام على موقفهم البطولي اللي نجحوا في بناء علاقات اجتماعية جيدة مع سكان المنطقة واليوم في كل زياراتي كنت أسمع كلام مطمن من كل أهالي سامرة مرتاحين من أداء دور سرايا السلام في حفظ الأمن وحفظ كرامة الناس الله يوفقهم الله يخليهم إن شاء الله ونحن بالدولة جاهزين لدعمهم وإسنادهم في كل ما يردون شكرا جزيلا ربنا العظيم القرر رحنا نكون ربنا العظيم القرر